السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وكنشكركم كاملين على المتابعه ديالكم للقناه وعلى التشجيعات. فاليوم ان شاء الله ودائما في اطار سلسله الفيديوهات من مقاطعه بريتش كولومبيا، فاليوم ان شاء الله غادي نديكم لواحد البلاصه غزاله كتسمى سامت ليك بروفينشال بارك، اللي فيها واحد الليك غزال بزاف كما غادي تشوفوا معايا. سامت ليك بروفينشال بارك كيتواجد جنوب مدينة ناكاسب على بعد تقريبا 15 دقيقة، وفيها كذلك حتى واحد الليك جميل وغزال بزاف الاسم ديالو بوكس ليك، اللي كاين من الجهة الأخرى.
فهاد الليك هذا فيه كذلك كامب جراوند بالنسبة للناس اللي كيبغيو يخيموا، والخاصية اللي فيه هو وجود البيبي تود اللي هو واحد النوع من الضفادع واللي كنلقاوه بكثرة في هاد المدينة الليك. There we go. It's a baby. There we go. Okay, now I'm gonna put in my big one. This one's about to fall out. I can't believe it, Mama. We caught all this. Oh. See? Alrighty. So here you go. That's mine. Which one? Medium. That one? Yeah, medium. Okay. You have to hold actually, it. Actually, baby. Okay, which one? Baby. This one? Okay. So, now me. فكنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم.